أعتقد أن التحديات الكبيرة التي تواجه دولة الاحتلال من محور المقاومة تتطلب حكومة مستقرة غير قادر نفتالي بنت على أن يكون هذا العامل الذي يعمل على استقرار الحكومة. لذلك فضل الخروج من المشهد السياسي وإتاحة المشهد لشريكه يائير لبيد، عسى أن يستطيع أن يحقق الاستقرار المطلوب لمواجهة هذه التحديات الكبرى التي تحيط دولة الاحتلال. لا نستطيع أن هي العامل الوحيد في ذلك، لكن هناك عدة عوامل متعددة. أما الإشكاليات السياسية داخل الحكومة، ولكن الضغوطات الخارجية التي شكلها محور المقاومة على دولة الاحتلال ساهم بشكل كبير في تسريع في حالة الفوضى التي حدثت داخل الحكومة، مما كان الخيار الأفضل لذلك هو حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة. إسرائيل أنا أعتقد أنها دخلت مرة أخرى دوامة الانتخابات، والخارطة السياسية من الصعب جدا أن يتم حسمها، والمشهد السياسي مفتوح إلى مزيد من الفوضى، وخاصة أن هناك 4 أشهر حتى الموعد الانتخابات، والتحديات الخارجية كبيرة والتهديدات الداخلية أيضا كبيرة. التحالف يحتاج إلى طرفين قويين. الآن إسرائيل مع من يسوقع العرب، لذلك الآن هذه الحكومة التي ستأتي حكومة إن حدثت وتم تشكيل حكومة لن تكون حكومة قادرة على تمرير كثير من القضايا المطلوبة بهذا التحالف، وبالتالي العرب يقدمون قرابين دون فائدة سياسية لإسرائيل. التقديرات الإسرائيلية تقول أن حزب الله سيذهب نحو فرض معادلة جديدة لها علاقة بالحقل البحري في المنطقة المتنازع عليها، منطقة كريش، منطقة 29. لذلك إسرائيل مقتنعة أن بجدية حزب الله، وأن حزب الله سيبدأ بنوع من أنواع فرض معادلات جديدة. لذلك نجد هذا الخوف الشديد من قبل قادة الاحتلال ومن قبل المؤسسة العسكرية، والآن الحديث عن جهوزية ورفع الجهوزية داخل دولة الاحتلال خوفا من ممارسة عملية لحزب الله في هذه المنطقة.